أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الله من الرياض بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: أزالت امرأة مناكير من أظافرها، وبعد أدائها للصلاة اكتشفت أن هناك جزءا صغيرا لم تره لم يذهب من أظفرها من ظفرها، فماذا عليها؟ إذا كان هذا شيئا يسيرا فإنه لا يضر فيما سبق، ولكن تزيله للمستقبل. أما إن كان شيئا كثيرا وغطى جزءا من ظهرها فإنها تزيله وتعيد الوضوء، تعيد الصلاة، لأنه بقي جزء من بدنها لم يصل إليه الماء. ما مقدار القليل والكثير؟ يعرف هذا بالعرف.